احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى، كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنيه؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمه. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله، كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيل لي 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قوم. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان، يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك، كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي، دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف، هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله، من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله، صدقه من اللي انت سارقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من المال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سيب الهديه دي. لا يا شيخ، يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعالى وراي. السلام عليكم.
الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي، مش بنفر وجاز نميري. ده انت بلوم سياح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل. استقيل؟ ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في دخل وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني في شيء حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الجلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيت. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت ده بدك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسلي 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوا حاول املح بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. شاي رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعملي لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا خلاص يا أحلى العالم، أنا بإخلالي بإخلال رسمي على الجميع. عاشت إصدار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك انت. قلبي معاك يا استاذ رمضان. طيب قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوة خالص. يلا يا شاويش. يا ضيختي يلا. خش يا مسؤول. قال لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا دي؟ مش عاجبك يا هو من اولها كده؟
تعال هنا اهو. اجي هنا في ايه؟ هاتوه. الله، بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه اهو؟ ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ أبقاب. مين؟ أبقاب. أبقاب من امتى؟ انا مولود أبقاب. مولود أبقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود أبقاب. الظاهر يا أبقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالساهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ أبقاب. أبقاب. أبقاب ايه؟ حد اسمه أبقاب. عيون بجيشي.
بتأجل الاستقالة امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجة، انا غبت، هما دور في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم الاستقالة عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقال جدع. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر، ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو، تسمية حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ هتنس. تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. ها مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه، وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوه. من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%. كرش 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 كرش. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف هفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة سكة سكة. ودول زمايلنا السكاك، السكوا واحد ضيف شنطة وزقوا عجلهم على طنطة حبس لونطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك.
انا عندي ولد لمؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليك. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغلهولي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروك. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير وزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا أي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي. السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على المطول ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله 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 غريب مش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا الساحر يا جدع. انت احلى ساحر يا جدع. سعد لينا في الخير. ما تسعى انت ولينا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ يا خد يا عم. ده انا يا فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من بجربان. هيقول لي خد فلوس. خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي. روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا. نوره حلوه. انا عاوز ازازة كونياك سكر برا. سكر برا؟ لا مؤاخذة السكر برا. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمرة سكر برا، وناس منهم بقى تطلب الخمرة كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. يا
دخلت بيه. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه. انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا على الاستراحه يا ولد. هو ده بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتي الهم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني. رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. اصل هنا محدش يفتح بقه.